السلام عليكم. انا مديح الوليد، الاخت ديال عفاف الوليد اللي خرجت بفيديو على الاخت ديالي الفقيده اللي كنعتبرها لحد الساعه فقيده، اسماء الوليد المغربيه ذات جنسيه بلجيكيه اللي مزوجه باردني، مشات معاه في رحله للاردن. الغريب في الامر واللي كنستغرب لي انا والنقط اللي ما وضحتش الاخت ديالي، ان الاخت ديالي جميع الاعياد وبشهاده جميع الاعياد، العيد الكبير بالضبط كتعيدوا مع الوالدين ديالها، لانها عندها واحد الحب كبير للوالدين ديالها، يعني تقدر تستغنى على اي حاجه ما تستغناش على الوالدين ديالها. اكتشفنا بانها مشات بزز منها الاردن مع هذا الزوج ديالها، قال لها غادي نزلوا ان شاء الله مورا العيد وغتنزلي عند والديك. كنتفاجئوا باتصال هاتفي كيقول لنا بان اسماء الله يرحمها، في الاول واحد نقطه مهمه، في الاول عائلتي كامله الله يرحمهم، من بعد ولات اسماء وامير الله يرحمه. هاد القضيه اللي حنا اصلا خلاتنا في واحد الحاله ما نقولش لكم عليها، يعني كل شيء العائله تصدمات، الوالد تصدم، الوالده تصدمات، حنايا نيت دخلنا في حاله هستيريا، بنادم ما بقاش عارف اشنو كيدير، لان حتى لدرجه الموت استغفر الله العظيم راه ما استوعبناش هاد القضيه بالضبط ومن اسماء بالضبط. دوينا في هاد النقاط وكان طالب انايا السلطات المغربيه وكنناشدهم وكنعاود نناشدهم يفتحوا تحقيق معمق ودقيق في القضيه ديال اسماء الوليد، لانها ماشي قضيه سهله. وكنتمنى من السلطات البلجيكيه حتى هي تفتح تحقيق، لان حتى هي بلجيكيه حامله الجواز، جواز سفر بلجيكي، علاش غادي يمشي حقها بحال هكايا؟ الا كانت فعلا هاد السيده ماتت كيف ما قال الزوج ديالها حادث سير، اعطونا ما يثبت، بغينا نعرفوا. ما كنطلبوا حتى شي حاجه مستحيله، كنطلبوا غير شي حاجه اللي تقنعنا ونتاكدوا بان السيده ماتت. نريد فتح تحقيق، وكنطالبوا السلطات المغربيه وعلى راسهم وكيل الملك، كنطلبوا منك الله يجازيك بخير تفتح تحقيق معمق، وبغينا نطلعوا هاد الجثه وبغينا نديروا عليها تشريح ونديروا الخبره الجينيه، بغينا نعرف واش فعلا الصندوق فيه اسماء اختي، واش الصندوق فيه اسماء فعلا وماتت بكسيده فعلا. حنا صراحه من 2019 ليومنا هذا حنا لا اعياد لا مناسبات لا عيشه لا حتى شي حاجه، يعني حنا ميتين وحنا فوق الارض، راه حنا ميتين وحنا فوق الارض، مادام اسماء حقيقه ما بيناش راه حنا في عداد المفقودين. علاش الوليد ديالها ولا في حاله ما نقولش لكم على يرثى لها؟ انا كنطالب اي سلطه تجي تدير بحث تشوف الوالدين ديالها كيف ولاو، يعرضونا حنا على اطباء اختصاصيين نفسانيين يشوفوا الحاله ديالنا الصحيه والنفسانيه. نسينا كل شيء في اسماء، نسينا كل شيء في اسماء، ما يمكنش. حنا ماشي ضد القضاء والقدر، الا كانت كتبت على حديث سير حنا الاعتراض لقضاء الله، حنا راضين بحكم الله، ولكن باش غادي تبقى الامور من 2019 حتى لدابا ولا لا خبر لا حتى شي حاجه اللي نقدروا نستعينوا بها ونقولوا اسماء الله يرحمها. انا من هذا المنبر كنشكر الاستاذه ليلى العماني وكنشكر الاستاذه زينب الخيار اللي كانوا صراحه السند ديالنا الحقيقي واللي رشدونا للطريق الصحيح اللي على طريق عرفنا النور. في الوقت اللي حنا تحت ضغوطات وتهديدات، الا مشيتي تدويتي غيديروا لك غيفعلوا لك غيتركوا لك، علاش؟ واش حنا ماشي في دوله الحق والقانون؟ حتى حنا مغاربه وحتى حنا في بلادنا وحتى حنا كنطالبوا بالحق ديالنا كمغاربه وكمغربيه، لنفرض حنا مات شي اجنبي عندنا هنا اشنو كانت غادي تكون ردة الفعل ديالهم، السلطات ديالهم؟ كنناشدوا من هذا المنبر الناس المسؤولين دير خدمتهم الله يجازيكم بخير ويفتحوا تحقيق. ما كنطلبوا حتى شي حاجه كنقولها وكنعاود نقولها، الناس اللي كتقول هاد الناس كتقلب على الطمع وكتقلب على لاسيرونس. بغيتكم تجيو تشوفوا حالتنا، تجيو تحسوا بداك الشيء اللي حاسين به حنايا، تجيو تشوفوا النعمه اللي فقدها هذيك. بالنسبه لينا راه هي الام، هي الاب، هي كل شيء، راه حياتنا معها تدمرات، وانا كنقولها وكنعاود نقولها وكنثبت هذه الكلمه ديالي. انا شخصيا بغيت طبيب نفساني اللي عرف الحاله ديالي مورا الموت ديال اختي ولا الاختفاء ديال اختي اللي لحد الان بقى علامه استفهام، بقى ما عارفاش اشنو كاين. انا النقطه اللي بغيت نفهم من هذا الشيء كامل، هذا الصندوق جا هزوا لومبيلونسي من المطار، هزوا ده الروضه ديال سيدي بولكوال اللي هي روضه ما فيها لا حارس لا حتى شي حاجه، تدفنات الام ديالها اللي هي الام ديالها ولداتها من كرشها ورباتها وضربت عليها تماره، يعني الحاله ما يسال ما نقولش لكم لا اله الا الله محمد رسول الله، ضربت عليها تماره هي والاب ديالها حتى وصلوها، ما عندها حتى شي وثيقه كتدل بان بنتها راه ماتت ولا شهاده الوفاه. هاد السيده جايه بورقه من الاردن تدفن فيها هنايا في المقبره ديال سيدي بولكوان في المغرب،
انا هاد النقطه راه ما فهمتهاش، كنتمنى اللي فهم هاد النقطه يوضحها ليا. هادشي راه عيب وحرام، راه حنا باغيين فتح تحقيق، باغيين نعرفوا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه، بغينا نبردوا، بغينا هاد النار حتى لين. 3 سنين عباد الله وحنا كنعانيو، شحال غنزيدوا؟ 3 سنين اخرى نموتوا نمشيو نديروا لايف حنا حدا سيدي بالكوان ونقولوا ها هو با وما دفناهم حداهم، حنا باقيين ما عرفناش حقيقتها. انا بغيت نعرف حقيقه هاد اسماء الوليد، واش فعلا نيتك سيده؟ واش مقتوله؟ واش حيه؟ لحد الان علامه استفهام. حنا ناس على قدنا، ناس بسطاء، ناس ضعفاء، كنتمنى هاد النقطه تبينها الاستاذه ليلى، وكنتمنى من المسؤولين وكنعاود نناشدهم فتح تحقيق وتحقيق من الهويه اسماء الوليد، واش هي في الصندوق ولا هي الله اعلم اشنو طاري بها. هادشي كنتمنى هو التساؤل جاوبنا عليه السلطات. استاذه ليلى العماني مستشاره قانونيه، السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع المتتبعين. كنتمنى انك غتمالكي الاعصاب ديالك. للاسف ان السيده الاخت ديال اسماء الوليد يعني تاثرت بزاف ملي كانت كتحكي هذه القصه على الاخت ديالها وقبل منها الاخت اللي سبقتها. وفعلا هاد القصه مؤلمه بزاف، لانها ما بقاوش عارفين واش غادي يهضروا على شخص ميت ولا شخص حي، فوقع عندهم واحد الارتباك في المعلومات وما عارفينش الى وجهه غادي ياخذوا. وهما ملي كانوا كيحاولوا يعرفوا الحقيقه كانوا كيتلقاو تهديدات، كيتلقاو تهديدات من برا، تهديدات عبر الهاتف النقال، عبر الرسائل القصيره، وهادشي راه هو كله عندنا. وكانوا كيوصل لهم واحد التهديدات لدرجه انهم كيقولوا لهم راه ما عندكم فين توصلوا، ما عندكم ما ديروا، واخا تشوفوا اي سلطه ما غاديش تقدروا توصلوا ليها. فمني جاوا عندنا حنا قلنا لهم، كنجاوبوا هذوك الناس وتنقولوا لهم بان السلطه كاينه في الدوله المغربيه، والدوله المغربيه عندها السياده ديالها وعندها الاستقلال ديالها وعندها الحريه ديالها وعندها الاجهزه اللي غيمكن لها تحل بحال هذا النوع ديال الجرائم اللي جديدين اللي ولينا حنايا. غادي يصيفطوا لنا صندوق غادي يجي على طريق واحد الجهه اللي غيقولوا لينا راه هو جا من المطار، لا المطار راه عنده الجماريك وعنده انك خصك الزاميه هذاك الشحنه اللي كاينه في قلب داك الصندوق نعرفوها شكون في شنو فيها، ودوز بالسكانيرات ودوز بالمقياس ديالها وبالمكيال ديالها ويعرفوا شحال فيها ديال الكيلوغرامات. ماشي غير اجي وقول هذاك راه صندوق جا، وخاصة اللي غيتسلمها يكونوا هما الاهل ديالها ويكون عندهم الصفه باش يقدروا يسلموا هذا الصندوق هذا من يتفتح امام الجميع ويعرفوا واش فيه فعلا جثة ولا فيه عتاد ولا فيه ذخيره اسلحه ولا فيه مخدرات. هادشي راه لا يعقل انني يكون كيدوز بهذه الطريقه هكايا، حيت حنا ما خصناش تكون عندنا واحد المفاجات. كانت عندنا واحد الصندوق اللي قالوا هما جابوا لهم واحد الشركه غادي تجيبوا لهم عبر المطار. الحق الواقع ملي قرينا حنا الوثائق لقينا هذا الشيء كله ما كاينش، لقينا ان حتى شي واحد ما مشى من عائلتهم للمطار، لقينا حتى شي واحد ما دخل عند شي مسؤول المطار، وان المطار محمد الخامس واللي عاد غنديروا فيه حتى هو غنطلبوا من السيد وكيل الملك العام انه يفتح لنا تحقيق مع المسؤولين اللي كاينين تما باش نشوفوا واش الناس كيمشيو يتصوروا حدا المطار ويمشيو يجيبوا صندوق من الجهه ديال المرأب ديال المطار، اولا كتهبط هذا الصندوق هذا فعلا من الطائره وكيتسلموا يعني الجمارك المغربيه. فهاد الملف هذا عرف واحد الخروقات خطيره جدا، منها بهاد الرخص اللي توصلوا بها بحال رخصه الدفن، رخصه مرور الجثمان. كيف يعقل ان غتكون رخصه مرور الجثمان صادره على السفاره المغربيه بالاردن وهي اللي تتامرنا حنايا باش نشوفوا منين غندوزوا، كتامرنا نمشيو للمقبره، والمقبره اللي هي فيها هاد بولكوان في عمل سيدي بنور، ما عندهاش الحق ان تدخل فين غيدفنوا هاد الناس. وعاد تجي خاتم اللي هو هنايا كاين في هاد الوثيقه هادي اللي خطيره واللي كناش من هنا السلطات كلها، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، الساده الوكلاء العامون، بان واحد الخاتم هنايا في هاد الوثيقه هادي فيه في نفس الوقت الدوله المغربيه ونفس الوقت الاردن. راه حنا ما يمكنناش ندوزوا بحال هاد النوع ديال التزوير اللي غيمس بالسياده ديالنا والسياده ديال الوطن ديالنا. نحن اجهزه عندنا استقلاليه ديالها وعندنا سيادتنا، ما كيحكم فينا حتى شي واحد، ما يمكنش شي واحد يفرض علينا سير دفن هذا. هاد العبارات ديال بولكوان وعمل سيدي بنور علاش جات هنا؟
ديال المقبره، لانني ملي سولتهم لقيت السيد مسول ومشى لديك المقبره وعرفها عشوائيه وفايت لهم دفنوا فيها ثلاثه ولا اربعه ديال الناس، وتا شي واحد ما جاب الخبر، وديك المقدم اللي جا داك جا غير حيت كيجيهم باش يجي يواسيهم، ما جا شي بصفه رسميه وما جا شي بالاذن ديال القائد، وما جات لا سلطات ولا قائد ولا درك ولا حتى شي حد. ما يمكنش حنايا يكون عندنا دفن بهذه الطريقه هذه، وعاد من اوامر من دوله واحده اخرى. راه حنا هذه ما غندوزوش هذا الشيء، وعاد نجاوبوا لنا شواهد ديال الوفاه، كل وحده فيها اسم في شكل، كل وحده فيها اسماء في شكل، وميتين الام والابن ديالها في نفس الدقيقه ونفس الثانيه وفي نفس الوقت وفي نفس سميتو. وفينا هي هذا التشريح؟ فينا هو هاد طريقه كيفاش ماتوا؟ كل شيء تضرب وكل شيء مات الا هو يلا واحد الخبيشه هنايا، والبنات يلا واحد جوج شرطات. شكون اللي قال لنا حنا خرجات من الديار البلجيكيه؟ شكون اللي قال لنا داك الشيء؟ علاش حنا ناشدنا الديار البلجيكيه وصيفطنا لها رساله باش يعرفوا؟ راه حنايا ما خدش نخدموا غير هكا، راه خدموا بواحد الجديه. بعثنا رساله للقنصليه والسفاره ديال بلجيكا والشرطه ديال هذيك المنطقه وديال داك الدائره، لان عرفنا بان البنات بجوج كيتهددوا، وان داك الشخص باقي كيهددهم وكيهددهم حتى هما، كيعطي يقول لهم صيفطوني مبالغ على الورث ديال الزوجه ديالي. فين هي هاد الورث ديال الزوجه ديالك؟ فين هي؟ واش ماتت؟ فين هي؟ واش دفناها؟ فين هي؟ بغيتي الورث بلا هي حنا ما عارفينش المصير ديالها، لا يعقل. فكانت الرساله ديالنا موجهه للسلطات البلجيكيه على اساس اننا قلنا لهم، ويمكن لينا نهضر نقراوها بالفرنسيه ونقول لهم نو فوز انفورمون كو نو فافون او اليتود ا روسو ان اوتر اتود اكسكوزي باش يعرفونا بلي اننا كنوجهوا النداء حتى السلطات البلجيكيه، لان اسماء هي بلجيكيه وعندها الجنسيه المغربيه، عندها الجنسيه البلجيكيه. قلنا لهم نو زافون روسو نو فانفورمو كو نو زافون روسو ان اوتر اتود لو دوسيي دو مدام اسماء الواليد ني لو 31/3/1979 ا كازابلانكا، اي نو زافون دوني سون نيميرو دو باسبور اي دو سون فيس امير ني ان بلجيك اوسي ياك du père, et nous allons pas dire le nom, demeurant encore l'adresse, et que la famille a camouflé, et que l'affaire a été camouflée en accident. Nous demandons aux autorités belges d'ouvrir une enquête, parce qu'on ne peut pas faire passer une mort camouflée en accident. On s'arrête là, et nous allons rester en contact avec les autorités belges. في الاخير كنقول لهم بلي انكم كنشكركم لانكم توجهتوا لينا وتوجهتوا السيده الاستاذه خيار زينب، لاننا اليوم فعلا وجهنا واحد الكتاب وواحد الشكايه معمقه ومحدده ودقيقه وفيها جميع المعلومات الى السيد الوكيل العام الملك بمحكمه الاستئناف بالجديده. وهذا الشيء راه ماشي تفليه، راه حنايا جادين وما خايفين حتى شي حد، لانه مازال كيهددهم وكل مره كيخرج بدي فيديو وداك الفيديو كيصلحوا لينا، واي حاجه كيواجهنا بها غنواجهوه بها امام جميع السلطات، وغادي ندخل السفاره المغربيه والخارجيه والداخليه باش نعرفوا كيف يعقل اننا ولينا في البلاد ديالنا كندفنوا واحد الصندوق او لا عده صناديق بلا ما نعرفوش المحتوى ديالهم، لاننا نقدروا نتفاجئوا بشي حاجه خطيره بزاف. فحنايا كنشكروا السلطات اللي غتمشي معنا في هذا الملف الى ان تظهر الحقيقه ونعرفوا المسار ديال هاد السيده والابن ديالها حتى هو، لان الام مغربيه حتى حنا عندنا حق فيه، لاننا عندنا القانون تعطينا الحق بان المراه المغربيه عندها الحق تعطي الجنسيه المغربيه للابن ديالها. فبالتالي باغي نعرفوا المسار، وغادي يكون البحث على جميع الاطراف، وحتى حنا غادي نستعملوا جميع التقنيات، الهواتف النقاله، التموقع، الكاميرات ديال مطار محمد الخامس، البحث عن هاد لومبيلونسي، عن كل شخص عنده يد في هذا الملف هذا. كنشكركم على الحضور ديالكم وتتبعكم لهذا الملف، والى اللقاء.